السلام عليكم، ايش نحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد ايام يا احلى ناس على قلبي. اليوم يا سيدي جيتكم فيديو ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله فيديو عادي، هو الحقيقه في دويرتي عملت خبزه جاتو قهيوتي، وعملت زيد حويجه مزيانه اللي هي المطبقه نتاعنا تونسيه وخريجه هكا سهريه في الليل. به نبداو بسم الله. الساعه اول حاجه وديما نتوكلوا على ربي وديما نصليوا على سيدنا الفليزي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عين حبيت نشارك معاكم اليوم رسيت جاتو سهله وجيكم هكا منفوخه ومزيانه، فيها هكا اسيس مزيانه عجبتني، قالت لي عليها صاحبتي الحقيقه. باش نعملها توا معاكم ونوريها لكم معني، وحبيتوا معني تعملوها بنكهه الشوكولا كيما تحبوا، اما نكهه اليوم باش تكون فيها شويه عسل وشويه هكا فانيليا، نكهتها بسيطه اما بنينه. حسيلو نبداو اول حاجه بك الاربع فيميت. ديما باش نقول لكم هكا حاجات العظم ديما خرجوه قبل الوقت هكيك بنص ساعة، باهي كي يبدا العظام بحرارة الغرفة تجيك ناجحة 100% إن شاء الله. باهي أكل أربع عظميت هذوكم باش نحط لهم السكر. الحليوة ديما والله حسب الرغبة، تنجم تحط أربع مغارف خمسة مغارف، أنا باش نحط بالجرام لهنا اللي هو قياسها 140 جرام سكر أكاهو، حلاوتها راهي معتدله مش حلوه برشا، خاطر باش نحط سكر فانيليا وباش نحط من بعد مغرف عسل في الاخر. تنقول لكم وقتاش اول حاجه باش نركض بطبيعه العظم مع رشه الملح مع السكر قبل ما نحط الزيت. كي تبدل اللون العظم بطبيعه نصبوا الزيت نتاعنا بشويه. قياس زيد الزيت كيما قياس السكر 140 مللتر زيت نباتي. باهي تقولي نحط زبده، تنجم تعوض الزبده، اما هي مستحسن تكون سهله خفيفه بالزيت النباتي ابن نجيكم ان شاء الله. وباهي حسي لقات نركض فك العظيمات مليح مليح لين يتبدل كيما قلت لكم اللون. من بعد باش نزيد بالطبيعه الفارينه. الفارينه اليوم قياسها بالضبط 240 غرام فارينه، عليهم بكو خميره حلويات والا مغرفه كبيره نتاع ماكله، قياسها بالضبط 10 غرامات اكاهو. به هاني عطيتكم توا المكونات الكل ما عدا في الاخر بكل باش نضيفوا الياغورت الطبيعي في الاخر بعد ما نصب الفرينه ذي لهنا. لاستيس الجديده اللي هني حبيت نقولكم عليها، تحط كعبه ياغورت ومغرف عسل تجيكم بقدرة ربي عسل الدنيا كالعاده. والله بعثتها لي صاحبتي الريسيت، قالت لي جربها سندس، خاطر جربتها هي في دارها وجيتها هشوش هكا وخفيفه. قلت علاش ليه نوريها لكم وبالك تجربوها نتوما وتجيكم بقدره ربي مزيانه. وبرشا شافوا خبز الجاتو في ستوري بتاع الانستغرام، تبداو تسالوا فيا كيفاش اني جينيش جيني نيه من الداخل، جيني ما تجينيش منفوخه. وديما نقولها ونعاودها خليوها تطيب، خليوها في حقها تطيب. ديما الصوص نتاع الكيك ماذا بيكم تحطوها معناها تحتها بق، من المستحسن يبدا تحتها تبق خير معناها وكهو معناها. وديما ما تحلش عليها باب الفور، هذيك حلين باب الفور مش باهي زيدا، يخليها ما تطيبش بالباهي، خليوها عندها وقتها بالعين هكايا تلقاها الدفخة الظاهرة وني حمراء مزيانه. حاسيلو بالنسبه للفرينه راني باش نغربلها كيما قاعدين نشوفوا فيها، وهذيك باكو الخميره خاطر في وسطو 13 غرام. ديما تقراو باكو الخميره ملتالي هكايا قداش مكتوب فيه، فما باكو تخميره مكتوب فيهم 10 غرامات وفما باكو تخميره مكتوب فيهم 13 و 12 ديكورتو صحابي. حسيلو حطيتك المغيرفه خميره مع الفرينه غربلتها. والله الفرينه كي نقول لكم من غير قياس، يعني راني نحط اما هو بالقياس بالضبط 240 غرام، اما اني الحقيقه نصب هكا كيما تشوفوا فيا بالمغرفه من غير قياس، خاطر اني متعوده الفرينه متاعي معناها نقول ديما انواع نصب بكيكه ومن بعد نخلط ونشوف القوام اللي اني حاشي به في صوص الكيك، معناها ديما اني ذي بالعين نعملها الحقيقه. الخلط قبل كل شيء نحاول معناها كيما نقولوا ما نحطش برشا فرينه باش نقعد محافظه على الصوص. بالخبره وديما نعمل انا استنست معناها بالعين هكيك. حسيلو هنا نخلطه قبل باش ما تطير شكل الفرينه في اللجق وكل شيء، ومن بعد نحل الركاضه ونركضها ديكوردو. بعد ما نكمل نركضها لهنا نصب كعبة الياغورت ومغرفة العسل، مغرفة متاع قهوة عسل. قديش عملت سيدي ميزة بنينة في وسط الكيك بتاعنا بتاع اليوم. أكل مغرفة العسل هي زادت حليتها هكايا وعم سيبت نكهة في وسط الكيك، جيت هكا الكيكة بتاعنا بالفانيليا هكا ما بنها حسيلو. جربوها لفطور الصباح للعشية مع قهوة عربي كيما تحبوا تشتهيو.
نكمل تاو باش ندهن الطبق نتاعي بالزبده ونطيب الكاتو نتاعي في الفور على 180 درجه ونعمل قيوتي ونوريكم عاد اليوم اش باش نعمل. بالطبيعه عندي معون طيبت فطوري اما ما صورتوش الحقيقه، قلت خليني نطيب الفطيره نتاعي ونغسل معوناتي ونعمل كم طبقه للعشويه. الراحة ونعطيكم الصوص اللي باش نبدل فيها شوية بالطبيعة، خاطر ديما عندها طريقة سبيسيال المطبقة يعملوها بالشحم، فما برشا كطرق أخرى لكن هي الأصلية تجي بالشحم. باش نبدل فيها شوية وبرا وتقعد رسيت الأصلية بالطبيعة متاع أهلنا في الجنوب وأنا في الشمال، ما شاء الله ياسر بنينة وجربتها معاكم وعملتها معاكم فيديو راهو أقبل. كملت معيناتي نكحت الدار وكل شيء ومن بعد مشيت ركحت هالمطبقة هذيا وكهو. بالنسبه للسميد، سميد ارطب بطبيعه تنجم تعمل رطل تعمل ربع انت وشو تحب، تحب تعمل حتى خبيزه بركه يزي فيها البركه بعري، هي روسيت ما فيهاش خميره خبز، فيها كان طريف سميد وطريف ملح وما دافي باش نعجنها اكهو ونخليها ترتاح. تحب برك حاجة واحدة معناها مزيانة برشا اللي هي العجنين مليح مليح مليح، ولهناك تصب الماء صب وخلط الساعة خاطر السميد يشرب معناها، فهمتوني بالباهي بالباهي. نحبكم تسمعوا كلامي المره هذه يا خاطر بالحق رسيت المطبقه كان ما تخدمهاش بالباهي العجينه معناها تجي كيبسه، من مستحسن لهنا بعد ما تعجنها وتحطها على الوجق وتبدا باش نوريكم طريقه زيدة في العركين معناها نتاع العجينه باش تجيكم مزيانه ورطبه. به
بعد ما كملت العجينه بتاعي لهنا صبيت لها الماء هكا ديما، تشوفوا الماء دافي راه ما تحطوش ماء بارد يعيشكم، حطوا ماء دافي خلي عجينتكم تجيكم سمحه شره. بعد ما كملت لميتها باش نعركها تو بالكدا ونغطي عليها، وقد ما تخليها ترتاح قد ما تعطيك بتبيعها نتيجه حلوه. اني حليتها ساعه هكاك اكاهو، اما كي تخليها ساعتين ولا حتى كي حبيت تعملها في الصباح وتخليها ترتاح، معناها وكان انت ناويتها معناها للعشيه هنا عملها في عقلك، معناها ما تزربش. جست اني لهنا نزرب خاطر باش نخرج ونوريكم بلايصه زاده مزيانه اليوم ان شاء الله نوريه لكم. هي مشوى دجاج حاجه احنا معروفه عنا في سوسه الحقيقه، اما نوريها للناس اللي ما تعرفهاش بالطبيعه. وكي تجي سوسه تمشي له في حاجه كعروبي مزيانه تعمل 66 كيف. حاسيلو لهنا شديتك العجينه كيما قاعدين نشوفوا فيها ريتوها قداش رطبه لهنا راهي قاعدة تشرب حاليا، قاعدة تعمل في حاجة اسمها كسميد يشرب فك الماء هذيك، وتتلم من بعد تولي يابسة ولابس عليها من قد ما انتي تعركها قد ما هي تزيد تتلم بالكدا بالكدا. نوريكم الهناء رغم لاني عاملة تصوير سريع، راني نهز في العجينة شفتوني وننفض فيها، نهز وننفض فيها هكايا باش تعطيني بالحق الحاشي بيه انها تكون عجينة رطبة هكا. وحاسلو بعد ما كملتها غطيتها وغطيتها مرتين معناها بالمنديله وبالكدا بالكدا باش ما تشمش الهواء وتقعد محافظه على القوام اللي حاشي به. بعد ما كملت حاسيلو حطيتها في شقيله في وسطها شويه زيت. اليوم الحقيقه تبدلت زاده في الروسيت في طريقه طرحانها لاني ما حطيتش زيت، حطيت فارينه ما يسالش خاطر مره نعملها بالزيت ونحب مره هذه حبيت نعملها بالفارينه داكوردو صحابي. ونعرف راهي مش نفس حتى الصوص مش نفس الروسيت الاصليه، بدلت فيها واكاهو بيسيلش به التغيير كساعة ساعة بيه. بالنسبة للصوص بتاع اليوم راني عملتها بزيت القديد، حطيت شوية زيت زيتونة وحطيت زيت القديد هكاك حكمت لي وبرا طلعت لي في مخي وخطر زيت القديد يسيب نكهة بنينة في وسط البصل معناها هيك علاش خذيت راس بركه الحقيقه بصل. اني مانيش باش نعمل كميه كبيره، باش نعمل كميه صغيره اكاهو، راس كبير هو الحقيقه هاونا باش نقصو طريفات طريفات ونحط الكروينه بتاعي ونحط في وسطها شويه من زيت الزيتونه وشويه كيما قلت لكم من زيت القديد باش نقلي بطبيعه البصل خليه يتقلى، ومن بعد نزيد الفلفل الاخضر. فلفل اخضر كنقصو شويه زيده معاه، وماذا بيكم فلفل بقلوتي، هي صوص راهي في العاده تجي حاره في العادة راهو اني حتى شوية زيت جس انه تحل في الكروينة وكهو شوية بركة زيت حطيت، وهنا ذيك زيت القديد وفيلي القديد والزيت بتاعه عمري ما نلوحه بطبيعة. زيت القديد بنين نستعملوه في الماكلة في شكشوكة بالقراع كيما تحبوا نتوما معناه. خليه الساعة ذيك يتقلب الكدا وبعد نكمل نحط الفلفل. مشيت قشرت كيكة ثوم 4 صينيات ثوم باش نهرسهم بعد في المهريس مع شوية تبل شوية كروية وشوية ملح هكا حطيتهم غديكا ونهرسهم. راني كملت هرستهم لهنا نتفقد داك البصل نتاعي كيف يذبل نرميك الفلفل البقلوتي الحار ذيك وحضرت في صحيفة صغيرة نقولوا احنا حطيت طماطم وهريسة، حطيت مغرفة صغيرة بركة مش برشا طماطم، وحطيت مغرفة كبيرة هريسة عربي. تنجم تستغنى على الطماطم راهو تنجم تستغنى عليها. حليتهم في الماء سخون وحطيتهم غديكا باش نزيد نحط شويه فلفل احمر خاطر اني نحبها حاره الحقيقه، المطبقه تعجبني كان كي تبدا حاره صراحه. فلفل اكحل اكيد يلزمني نحط ملا ونخليها تشكشك احنا نقولوا بشويه ماء بركه تزيد لها خليها تشكشك لين تنشف تولي ما فيهاش برشا مرقه تولي هكا زيتها قار اكاهو، مش كيما احنا باش ناكلوها شكشوكه رانا باش نحطوها في وسط العجينه. ما تحطها في وسط العجينه الا ما تبدا الصوص هذيك بارده، كي حطيتها في وسط العجينه وهي سخونه راهي العجينه نتاعك باش تقطع، هذه ناكدها لك 100%. هي تخلي الصوص نتاعك تبرد ومن بعد عجينتك هاكي مرتاحه في اقل عقلها وبورها في العنبر. اي كملت هذه سي حطيت لها فتيته ميكا عاونتها بشويه ميكا هاو ونخليك التمتومه والهريسه تتحل معاها والبصل يطيب والفلفل وكهو ما بينها وما بين ريحتها هي وحدها بالحقيقه متاع ربي ياسر بنينه. بالطبيعه الاسيوس الاصليه معناها الروسيت الاصليه سامحوني اجي فيها الشحم، نحيت الشحم ما حطيتش، فما اللي يحط معدنوس زاده في وسطها كيما تحبوا. هنا نشفت سيء وقتاش نعرفها نشفت تبدا عاقده هكا كيما هكا
هنا قالت لي سايي يزيني وكهو حاسي لو تو نمشي نتفقد داك العجينه نتاعي. الحقيقه اليوم عملتها كما قلت لكم بالفرينه. تنجموا تعملوا بالطبيعه بالزيت، هي اصلها تجيب الزيت بالطبيعه، اما اني نحب نعملها اليوم بالفرينه. نقصها هكايا تريفات معناها زوز كويرات اكاو نبدا بيهم. نوريكم العجينه كي ترتاح كيفاش تظهر لك، معناها هي برتاحه كي تتجبد كي لاستيكه كيما عجينه الملاوي. عبش نزيد نقرب لكم هكا الكاميرا ونوريكم محليها محليها العجينه كي ترتاح سمحه ومحليها نشيخ عليها اني يعني كي تبدا هكا معناها خاطر بالطبيعه بلاش خميره يلزمنا نكونوا فيها معناها عاملين فيها خدمه بالبيه. هكا قصيت لهنا وتوا باش نبدا نخدم فيهم. بالطبيعه حطيت المقله نتاعي والا طاجين الحديد نتاعكم كيما تحبوا، هو يجي على طاجين الطفل الاصلي معناه الاصيل هكاك البنه نتاع طاجين الطفل. ما عنديش يعني وقت الحقيقه تكسرلي. حطيت المقله نتاعي العاديه وباش نحلها توا مدوره العجينه ونحضر هكا اكل الصوص هذيك نحطها من بعد في الوسط. نحط اول حاجه باش نبدا نحضر فيها هي زوز بزوز بزوز باش نحضر العجينه ديما مغطيه بالطبيعه ما نخليوهاش عريانه. خبزه بعد ما تكمل طيبها كيف كيف، نعطيك هنا حاجه باش تعرف اللي هي تقعد رطبه ومزيانه. بعد ما تكمل تطيب الخبزه نتاعك غطيها بالمنديله ولا بالخطا ولا باللامنيوم، كان خليتها عريانه مش به تولي يابسه ومش منزينه. حاسلو كيما قاعدين نشوفو ريتوها العجينه حطيتها رهيفه امورها واضحه، تبدا كنقبه صغيره ولا حاجه كغطيوها. حطيت الصوص كيما هكا مازلت سخوره شويه رغم اللي يعني خليتها تبرد في بالي اما ما يسالش حاجه بركه لهنا. ماذا بكم تحلو الصوص شويه بيديتكم وتاخذ الخطاء باش تجيكم نقولوا احنا مدوره مستويه ومزيانه وتحطها تطيب في المقله كهو. لهنا حطيت الزيت، زيت زيتونه حطيت شويه زيت زيتونه باش نخليها تسخن توا بالكدا، وبعد ما تسخن نقص على نار متوسطه ونحط الخبيزه نتاعي اكاهو. تخليوها ما تطيبش على نار قويه بالطبيعه. باش عريانه باش تقعد هكا بنينه ومزيانه كيما قاعدين نشوفوا فيها. صدقوني بنا 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 بالصحه والفرحه كان جربتوها. صحيح بدلت فيها راهو الوصفه مش الوصفه الاصليه، اما ما يسالش انا بدلو كل مره وكيفاه. تحياتي لاهل الجنوب واهلنا في الشمال والناس الطيبه الكرماء، محليكم الناس الكل ومحلى الوصفات نتاعكم. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي ان شاء الله يرزقكم الوقت الطيب، امين يا رب العالمين.
ولهنا كملت حسينه باش نشارك معاكم زيدا خارجه كصغيرونا نوريكم مكان مزيان علاش ليك تجي وسوسه تمشي ولو خاطر اني الوحيد اللي ناخذه من عنده دجاج الحقيقه مشوي بنين برشا، دجاج مشوي بنين بنين بنين، في بوحسينة في سوسة وين الحجر المقلوبة معروف وعند عمك ناجي تلقاو عنده هاد الدجاج البنين، كي حبيتو تاخذوا عليها وبرشا سألتوني خاطر في الانستغرام على دريسة بالضبط، تمشي لبوحسينة تمشي لسوسة غاديكا يقولوا لك البلايصة وين بالضبط سهلة خاطر هي على الكياس وين الجزرنا غاديكا تلقاوه، تمشي وتعملوا عشوة مزيانة. اني من الناس مثلا تخيرني بين ريستوران مضخم وإلا هكا عشوة هكية في مكان بسيط ودجاج هكا محليه على الكينون وكل، صدقوني نخير دجاج وقعيدة عربي هكا محليها تعمل 66 كيف. سيف التسيرة عنده بنينة برشا، هريسة مشوية سلايطة كيما تحب انتي، الدجاج يعمل 66 كيف. نعاود نذكركم يسيلش البلاصة في بوحسينة سوسة، الحجر المقلوبة أكا، وحسيل دوبا ما تقول دجاج عمك نجي توي نعطوك الناس الطيبة بالطبيعة. حسيل ولا هنا يوفى الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ينير ذاكم اهم حاجة. ما بقى كان نشكركم الناس الكل انكم تبعتوا الفيديو تاعي حتىش الاخر، بارك الله فيكم نحبكم برشا الناس الكل قد ما انتم تحبوني زيدا، يعيشكم وربي يحميكم ان شاء الله وربي يعطيكم على قد قلوبكم الطيبة، نخليكم في ذمين تربي في حفظه. لسادة اكيد ديما كيما العادة تعليقاتكم الحلوة على الفيديو، رأيكم المزين اكيد يهمني، ربي يحميكم وربي ينصركم. بسلامة، باي باي.